السينما في السودان فن مقاوم ومرتبط بذاكرة الناس. كانت له بدايات منذ زمن طويل أوائل القرن، لكن الظروف الاقتصادية والسياسية تدخلت بشكل سلبي فمنعت أن يكون هناك تراكم على مستوى الإنتاج أو الاحتكاك، مما أفقد السينما وصناعتها الكثير من مقومات النمو. منذ سنوات، ربما أعيدها للعقد الأول من الألفينيات، ظهرت إرهاصات جديدة لمسيرة السينما وصناعة الأفلام. فأبرز المشكلات تتمثل في الآتي: أولاً، الدعم الأكاديمي، إذ لا يوجد في خرطوم أو غيرها من مدن السودان أكاديميات أو مدارس فنون تدرس السينما بالمعنى المتخصص. الأمر كله عبارة عن خطط إسعافية وإجراءات طوارئ مثل التي نقوم بها في سودان. في هذا العام قدمنا 89 فيلم من 50 بلد حول العالم، عرضت في 9 مواقع حول الخرطوم. سيد شريف، لأفضل فيلم سوداني للدورة الثانية، الدورة الرابعة، مهرجان السودان للسينما المستقلة. ذهبت جائزة الفيل الأسود إلى فيلم نيركوك لمخرجه الفنان.